والله والله تاني قرار مصر مستقل 100%. بس ليه؟ عشان المصريين. محدش هيقدر ابدا يضغط علينا ولا يخلينا ناخد قرارات لا تليق بمصر ومكانتها وشرفها وعزها ابدا طول ما انتم تاني كده. انتم الحكاية بقت واضحة تماما قدامنا كلنا، ولازم نبقى واخدين بالنا. شرط ان البلد دي تكون البلد الناجية انها تعبر، مش بس موجود في هذه القيادة ولا في هذا العقل بهذه الاخلاق، ده لازم يبقى موجود فينا كمان، لانه دي شراكة. وبما انها شراكة فالمسؤولية هتتوزع وفقا لمهام كل منصب. لما هو من موقعه بيعرف معلومات كتير فهيقولها لنا، ووضحناها كويس قوي في فكرة الفاسد و علشان الأسئلة الغلط اللي هتقول لكم ده تقييد حريات والكلام الفاضي ده، هو هيقول لنا المعلومات عن أي حد يفكر بانتهازية إنه يقرب من إدارة الدولة. والكلام ده كله مؤجل لحد ما يخلص الدور. ما احنا لو خدنا بالنا وفهمنا انا مش رئيس المقصود بيها ايه، انه مكلف، والمكلف بيكون مننا صحيح، بس احنا في حد ذاتنا ادوات، ولاننا ادوات فالدور بتاعه لازم يكمل. علشان كده القسمة كانت على 8، يبقى اللي بيحط السؤال اللي فيه توتر وماذا بعد الاربع سنين القادمين، خلي بالكو هفكركوا بحاجة مهمة. احنا اتفقنا انه تعهد بثلاث نقاط، كان اخر نقطة فيها تجهيز طبقة شابة قادرة على تحمل المسؤولية. اتجهزت بثلاث دفعات واتقالت بشكل واضح على مدار الثلاث ايام، لن يعتلي مفصل من مفاصل إدارة الدولة المصرية من لن يجتاز الاختبارات القاسية للأكاديمية إلا على غرار أكاديمية ديجول، علشان اللي يجي يبقى عارف يعني إيه أمن قومي. ما ينفعش يفرط كده يدي 60 كيلو، ما ينفعش يعمل مؤتمر ويقول هنعمل حرب على أي دولة وهو منقول على الهوى، ما ينفعش يبقى ساذج، ما ينفعش. اسم مصر يليق بيه إن اللي يعتلي منصب فيه يكون لديه المهارات، يمتلك للمواصفات للمعايير. علشان كده اللي احنا فيه ده دي بنود التجربة المصرية بشكل واضح وصريح، وتحميل المسؤولية فيها واضح وصريح. خلوني أسمعكم ليه مطلوب لازم تنزلوا، علشان النزول ده زي يوم بالظبط التفويض للإرهاب والعنف المحتمل. النزول ده من المتربصين هيتقاس، يعني المشاركة هتتقاس. أيوة، يعني مش مهم نبقى قاعدين وإحنا مطمنين أصل فلان هيفوز. غلط. المشاركة، والمشاركة هتعلمني وتعلم ولادي ما فرطش في حقي، علشان مش هيبقى من حقي بعد كده أعتب لما سيب الكرسي ده والإدارة دي يقعد عليها من لا يستحقها.